يد تحمي المواطن ويد تقدم المساعدة لأبنائه. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تطلق حملة لمساعدة الطلاب المتعففين وأبناء الشهداء، حملة نصنع المستقبل، شملت العديد من المدارس بجانبي الكرخ والرصافة، وتضمنت تقديم حقائب مدرسية كاملة وهدايا للطلاب. اتشرفنا اليوم بحضور حملة هي نصنع المستقبل اللي طلعتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لمساندة التلاميذ من عوائل الشهداء والمتعففين والعوائل الأخرى المتعففة، فهذه مبادرة كلش حلوة وجميلة. الحملة تأتي في وقت ما تزال موجة غلاء الأسعار حاضرة، لا سيما على كاهل الطبقات الفقيرة، لتسهم كما يراها التدريسيون في تقليل العبء على عوائل الطلاب، الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم بما قدم لهم. زارتنا وزارة الداخلية اليوم من أجل أن تقدم إلينا هذه الهدايا الجميلة والمفيدة، إن احنا الطلاب وكانت جنات وأقلام ودفاتر وإحنا نحتاج نهذن للتعليم وللدراسة. نشكر وزارة الداخلية على هذه الهدايا وإحنا نحتاجها، وشكراً لدنس الهدايا سوى الحافز إنه خلونا نقرأ ونجتهد. عندنا بعض الطلاب يعني شو ما نقول الفروق الفردية بيناتهم حيل، مستواهم يعني ضعيف من حيث الحالة المادية كلش، يعني إحنا خلال هسه يعني شلون باستمرار الدراسة مالتنا وهيك، يعني دا أشوف طلاب بحيث والله العظيم يعني الجنطة ما يقدر يشيلها، فهاي يعني حملة كل الزينة وساهمتوا بها. خطوة إنسانية من خطوات حملة نصنع المستقبل التي ستستمر بخطواتها التتابعية الاجتماعية لتشمل في القادم منها فعاليات أخرى بمجالات تلامس احتياجات المواطنين. حملة إنسانية لتشجيع الطلاب على التعليم وللتخفيف ولو بشيء بسيط عن كاهل عوائلهم ضمن أنشطة اجتماعية متواصلة تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من العاصمة بغداد. بدر الركابي، التغيير.